السلام عليكم مشاهدينا، نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، نبدأها بالعناوين. الطائرات الروسية تقصف معسكرا للجيش الوطني السوري في ريف عفرين. لقاء بين بيدرسون ولافروف بهدف التحضير لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية. عشرات العائلات السورية تغادر مخيم الهول بريف الحسكة إلى مناطقها في الرقة. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. أفاد مراسل حلب اليوم بتعرض معسكر للجيش الوطني السوري في منطقة عفرين شمال حلب لقصف بالطائرات الروسية، وقال مراسلون إن غارات من الطيران الروسي استهدف معسكرا لفرقة الحمزة في قرية براد بريف مدينة عفرين، ما أدى لمقتل ستة مقاتلين في الفرقة وإصابة آخرين في حصيلة غير نهائية. وأضاف مراسلون أن فرق الإنقاذ تمكنت من نقل الجرحى إلى المشافي المحيطة بالمعسكر، مؤكدا أن بعض الجرحى بحالة حرجة. هذا ولم تعلق روسيا على قصف معسكر فرقة الحمزة في منطقة عفرين شمال حلب لساعة إعداد الخبر. ينضم إلينا بدر كجك مراسل حلب اليوم من ريف حلب، مرحبا بك بدر. ما هي آخر إحصائيات القتلى والجرحى وماذا حدث بالضبط اليوم؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلنا بدر، لابد أن نعاود الاتصال معه خلال نشرتنا هذه للتعليق على هذا الخبر. هدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بإيقاف دعم بلاده لآلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية. وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي أن موسكو ستوقف دعمها لآلية إيصال المساعدات الإنسانية في حال استمرار تجميد إيصالها عبر نظام الأسد. وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر تمديد آلية دخول المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام عن طريق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. أصدرت الأمم المتحدة حصيلة جديدة للضحايا في سوريا منذ عام 2011، فيما اعتبرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا أن الوضع في البلاد ما يزال غير مناسب لعودة اللاجئين. منذ 10 سنوات قلقت الأمم المتحدة مما يجري في سوريا، واليوم يستمر هذا القلق دون إيجاد تعاون دولي ينهي الحالة في البلد الذي يدفع أهله الضريبة غالية مقابل مطلب نيل الحرية، إحدى أساسيات حقوق الإنسان. وفي آخر تقارير الأمم المتحدة تكشف المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي أمام مجلس حقوق الإنسان أن 350 ألف قتيل قضوا في سوريا خلال السنوات العشر، حصيلة تقول باشلي إنها أقل من العدد الفعلي للقتلى، إلا أنه الرقم الذي استطاع فريقها التحقق منه بالاسم الثلاثي وفق معايير صارمة. القتل في سوريا لم يتوقف بعد، الحرب ضد المدنيين ما تزال مستمرة، تقول كارين أبو زيد عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا. أبو زيد تضيف في تصريحها أمام الأمم المتحدة بجنيف أن نظام بشار الأسد يسيطر على 70% من الأراضي و40% من عدد السكان، وأن عمليات الاعتقال والاختفاء مستمرة، وهو ما يجعل الحديث عن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم أمرا غير مناسب. النظام في سوريا ارتكب جرائم فظيعة، ألقى البراميل واعتقل المدنيين وهجرهم، ورغم ذلك ما يزال يتلقى الدعم من روسيا وإيران بحسب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد التي طلبت الضغط على الدولتين إلى حين محاسبة النظام على جميع جرائمه المرتكبة منذ 2011 وفق تعبيرها.
التقارير والتصريحات الدولية التي اعتاد السوريون على سماعها منذ بداية الثورة تبدي أن ثمة استياء دوليا من جرائم النظام، إلا أن هذا الاستياء لا يبدو مؤثرا على نظام ما زالت تقف بجانبه دول لها مصالحها وحساباتها في سوريا على ما يبدو، وهو ما يبقي السوريين أمام واقع يقول أنهم قتلوا واعتقلوا وهجروا أمام العالم الذي يعرف ما يحصل ويعجز أو يتعاجز عن وضع حد لمأساتهم. ينضم إلينا السيد مصطفى سيجري، عضو مجلس قيادة الجبهة السورية للتحرير من عفرين، للتعليق على القصف الروسي الذي طال اليوم مقرا لفرقة الحمزة. مرحبا بك سيد مصطفى. قصف روسي على عفرين يطال معسكر لفرقة الحمزة، ما أسباب ذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بطبيعة الحال عودنا الاحتلال الروسي أنه استباقا لأي جولة من يعني من الاجتماعات ما بين الجانب الروسي والجانب التركي يسعى إلى التصعيد العسكري في محاولة لرفع السقف التفاوضي مع الجانب التركي، فبالتالي وأيضا لطالما اعتبرت روسيا أن هذه المناطق المحررة هي بمثابة صندوق للرسائل النارية، فهي من خلال هذا التصعيد والتصعيد الخطير على اعتبار أنه استهدف أحد معسكرات الجبهة السورية للتحرير وهي من أبرز يعني الفصائل العسكرية المعتدلة. اليوم روسيا لا تستهدف تنظيم القاعدة ولا تنظيم داعش، إنما تستهدف الفصائل المعتدلة والمرتبطة مع الجانب التركي في الحرب العسكرية المشتركة ضد الجماعات الإرهابية، فبالتالي هذه سابقة قام بها الاحتلال الروسي. سيد مصطفى، هل تمنع تركيا فصائل الجيش الوطني من فتح معارك مع النظام، وما توقعاتكم لنتائج قمة بوتين وأردوغان؟ لا يمكن الحديث عن منع من الجانب التركي لفتح عمليات عسكرية، إنما الحديث هنا حول يعني المصلحة السورية في أن يكون هناك فتح للعمليات العسكرية وإنهاء الاتفاقات السابقة المبرمة. ما حصل اليوم هو خرق خطير، وبالتالي قامت الجبهة السورية للتحرير بالرد بشكل مباشر بداية على مصادر يعني إطلاق النار التي تأتي من مناطق سيطرة العدو، وأيضا ردا على جريمة الاستهداف من قبل الطيران الاحتلال الروسي. كبتت قوات الجبهة السورية للتحرير خسائر كبيرة لقوات العدو من خلال استهداف غرفة عمليات مشتركة تجمع ما بين ميليشيا نظام بشار الأسد وحزب العمال الكردستاني، ويعني نتج عنه مقتل أكثر من 21 عنصر إرهابي يتبع لميليشيات الأسد والبككة. فبالتالي اليوم المصلحة هي بضبط الرد العسكري وليس بفتح عمليات عسكرية، إن كان هناك فرصة يعني محاولة قدر ما استطعنا لتجنب العملية العسكرية الواسعة، ولكن في حال فرضت العملية العسكرية فبالتالي بكل تأكيد الجيش الوطني يستغل طيلة الفترة السابقة. كيف يمكن أن تفرض سيد مصطفى يكون هناك استعدادات عسكرية هذه العملية العسكرية التي تقول إذا فرضت العملية العسكرية كيف يمكن أن تفرض؟ هل مع ازدياد القصف مثلا، أم من خلال شن النظام بدعم روسي هجمات عسكرية؟ بطبيعة الحال إن بدأ النظام مدعوما بالاحتلال الروسي والاحتلال الإيراني بفتح عملية برية تجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني، فبالتالي سوف يكون يعني الجيش الوطني ودعما من الحلفاء في حل من الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة سابقا، وبالتالي يكون له حق ليس الدفاع عن هذه المناطق إنما يعني شن العمليات وتحرير مزيد من المناطق المحتلة. أشكرك السيد مصطفى سيجري، عضو مجلس قيادة الجبهة السورية للتحرير، حدثتنا من عفرين، شكرا جزيلا لك. بحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مستجدات العملية السياسية في سوريا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن المسؤولين ناقشا استئناف اجتماع اللجنة الدستورية السورية وسبل تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
طالب ممثل أمريكا دائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جوزيف مانسو، طالب نظام الأسد بالامتثال لالتزاماته بتدمير الأسلحة الكيميائية، مهددا إياه بدفع الثمن فيما لو استمرت الانتهاكات. ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن مانسو أن الولايات المتحدة تقدر أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية على الأقل 50 مرة خلال النزاع في سوريا، وحث النظام على التعاون مع المنظمة بشأن الأوقات والمواقع التي استخدم فيها السلاح الكيميائي. وأضاف مانسو: أطالب نظام الأسد، وأنا أعرف أن أغلبية الدول في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتفق معي أن هذا النظام يجب أن يتعاون مع فريق التحقيقات ومع المنظمة بحد تعبيره. إطفاء حلة جديدة على المدارس لجذب الأطفال مع بداية العام الدراسي، عنوان مبادرة أثر التي أطلقها مجموعة من الشباب المتطوعين بريف إدلب. لإطفاء حلة جديدة وجذب الأطفال للمدرسة مع بداية العام الدراسي، أطلق مجموعة من الشباب والشابات المتطوعين مبادرة أثر، والتي تهدف لطلاء وصيانة مدارس التعليم الأساسي في مدينة دركوش غرب إدلب. الحمد لله نحن قدرنا نستهدف مدرستين بفضل تبرعات شخصية وتبرعات من أشخاص متبرعين الله يجزيهم الخير. أنا بحب وجه رسالتي لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني أنه ينظروا للواقع التعليمي، يهتموا بالمدارس، يهتموا في الروضات، لأن عندنا الواقع التعليمي سيء كتير، ما حدا بيهتم بالمدارس برواتب للمعلمين. تخلل المبادرة صيانة المقاعد وطلاء الجدران ورسم رسومات توعوية وترفيهية. تقول صباح وهي إحدى المشاركات أن هذه الرسومات من الممكن أن تترك أثرا نفسيا وإيجابيا لدى الأطفال، وربما تقلل حالات التسرب وتكون دافعا لحب التعليم. رسومات لها أثر في نفوس الطلاب، لأني أنا بحب الأطفال، حبيت أنه أعمل لهم شيء يشجعهم أنه لما بده يجوا على المدرسة يجوا يحبوا المدرسة، يحبوا الشكل الجديد. هاي الرسومات بتساعد بتوعية الأطفال، مثلا عندنا رسمات الكتاب والأقلام، هاي الشغلات كلها بتخلي عند الطلاب دافع لتعليم القراءة والكتابة، بتخلي عندهم أثر في نفوسهم أنه تشجعهم أنه يتعلموا ويحبوا يقرأوا. القطاع التعليمي في إدلب وريفها يواجه ضعف الدعم المادي، وبحسب إحصائية للمجمعات التربوية فإن نسبة المدارس المتضررة تخطت 40% خلال سنوات الحرب. هذا النوع من المبادرات التطوعية قد يضفي أثرا على منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية لتحسين الواقع التعليمي. جمال أحمد، حلب اليوم، ريف إدلب الغربي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: يتوارثها الأبناء عن الآباء، مهنة حفر الآبار العربية في مدينة الباب مستمرة رغم المخاطر.
مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. عشرات العائلات السورية غادرت مخيم الهول بريف الحسكة بعد صدور موافقة من المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، وتوجهت العوائل إلى مناطقها، بعضهم يملك سكنه أو الخاص ولديه أقارب ينتظرونه، وبعضهم سيهيم في البلاد بلا وجهة محددة، فقط يهمهم أن يغادروا المخيم. المزيد في التقرير التالي. حيرة وعجز، فرح وخوف، مشاعر مختلطة لنزلاء مخيم الهول في ريف الحسكة، ما بين فرح بصدور موافقة على خروجه من المخيم ورافض للمغادرة لعدم قدرته على توفير مأوى له. القافلة 18، الرقم الأخير لعدد المجموعات التي وافق عليها المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لمغادرة المخيم بلا رجعة. صف الحمد لله، شعور لا يوصف بالفرحة، يعني أني أخلص من هذا المخيم. ماذا المرض بالدنيا وما نزل علينا سبحان الله بسبب الأوساخ وقلة الاهتمام. يقول لك في مشافي وفي دكاترة، وين؟ كله كذب بكذب. ياما أنا رحت إسعاف بالبطانية ويرجعونا، ما في علاج، ما في أدوية، ليش أنتم فاتحين المشافي؟ ولا مثل كأن حيوانات مو بشر عندهم، ليش يعني؟ إيش جريمة يعني؟ حتى لو نحن يعني كنا بحرب ولا شيء، ما له دخل، خلاص نحن نساء وأطفال، يعني ما لنا ذنب بالحرب اللي صارت، يعني ما لنا ذنب. ما والله ما عندي لا بيت ولا عندي شيء، ولا يعني عساس روح على قرايبنا. خبروني قال لا تجي، بين إن قرايب بس هم خبروني قال لا تجي. يعني هو أنا رايحة هسا وما نعرف أنا وين رايحة، يعني بصراحة يعني الحمد لله. يعني 92 عائلة رقية تركت المخيم وتوجهت إلى مواطنها الأصلية في مدينة الرقة وأريافها، ليبدأوا حياة جديدة قد تكون أفضل من حياة الخيام وسط البادية في ظل انعدام الأمن وكثرة الاغتيالات التي يشهدها المخيم باستمرار. أول سنة أول شيء كانت العلاجات كلها موفرة، الأدوية كلها موفرة، طلع برات المخيم للعلاج الأطفال ولا لغيره كمان كان كتير كويس، كان في شوية تساهل بالأمر. بعدين صار في كتير صعوبة، يعني الطفل أو المرأة أو الرجل أو مما كان عامة، إذا بده يطلع إذا كان عم بيموت ممنوع يطلع بدون كفيل، وهذا أمر صعب جدا. هذا السبب اللي نحن رايدين نطلع، ولا هون في أكل كتير ومي موفرة وغاز موفر وكاز موفر وكل شيء موفر لنا، بس المشكلة الصعبة إنه هون ما في أمل. الشعور جميل، شعور كتير حلو، لأنه عندي أمل إنه احتمال ألاقي ابني بالأيام. هاي أول فرحة. تاني فرحة أول رح أطلع أشوف أهلي اللي 8 سنين ما لي شايفتهم، وبنفس الوقت زعلانة إنه رح أترك أصدقائي وأعز الناس اللي هني عوضوني عن أهلي، بس فرحة كتير كبيرة إنه أول شيء رح أخلص من تعب، من المرار، من ما في أمان، من خوف. هذا اللي فرحانت له أكتر. 60,000 نازح يقيمون في مخيم الهول، نصفهم من العراقيين، و9,000 من عوائل تنظيم الدولة، ونحو 20,000 من السوريين ممنوعون من المغادرة إلا بموافقة رسمية من الإدارة الذاتية. مخيم الهول جنوبي شرقي الحسكة خصص للعائلات السورية والعراقية الفارين من الحرب التي بدأت ضد تنظيم الدولة في عام 2017، ويأمل معظم سكان المخيم أن يغادروا إلى مواطنهم الأصلية في حال توفرت لهم البدائل في عيش كريم وآمن. تستكمل قوات النظام عمليات التسوية في درعا، حيث أفاد تجمع أحرار حوران بإنشائها لمركز تسوية في بلدة الشجرة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي اليوم. التسويات تجري باتفاق مع وجهاء المنطقة توصلوا إليه الأسبوع الفائت ضمن سلسلة التسويات التي يجريها النظام في المحافظة بحسب التجمع، وتستهدف هذه المرة عددا من المطلوبين في كل من قرى وبلدات الشجرة وعبدين وبيت أرى ونافعة والقصير وجملة. افتتحت مديرية الزراعة في منطقة غصن الزيتون مسلخا مركزيا في عفرين لذبح المواشي ومراقبتها من قبل فريق طبي مختص. في حظائر انتظار مجهزة، يفحص الطبيب البيطري المختص الأغنام ويشرف على صحة السليمة منها والصالحة للذبح، وذلك في مسلخ عفرين المركزي شمال حلب الذي افتتحته مؤخراً غرفة الزراعة في منطقة غصن الزيتون.
الهدف من إنشاء تجهيز المسلخ هو ضبط اللحوم والذبائح في الأسواق وتطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية والبيئية المتعلقة بمسألة اللحوم ومراقبتها في الأسواق. والحمد لله تم بعون تعالى الإقبال كان واضح من قبل القصابين والتعامل واضح، ويقوم المسلخ بشكل يومي باستقبال ما يقارب من 60 إلى 70 ذبيحة، وهناك ضمن المسلخ المراقبة البيطرية ما قبل الذبح وما بعد الذبح، وتختم بشكل رسمي بأختام مخصصة وموزعة معممة على الدوائر الرسمية في البلدية. عشرات الجزارين يتوافدون منذ الصباح الباكر لذبح أغنامهم في المسلخ. رامز أحدهم يقول إن المسلخ مجهز بجميع مستلزمات الذبح والمراقبة الصحية التي تعد بمثابة شهادة تجلب له الزبائن، ما زاد الطلب عليه وبات بمقدوره بيع أكثر من ذبيحة في اليوم. كل يوم أنا عندي 3 روس بجيبهم على هالمسلخ هذا، يعني أوفر ما كنا نذبح قدام المحلات ودم ووسخ قدام العالم، وهون نظافة وكحضارة، يعني من مية بنحط الصبح الرزق هون ونبيته ونذبحه. وعنا هون مثل ما بقول أستاذ بالدكتور بفحص الغنم وطبي وغير شكل. عشرات المخالفات للحوم الفاسدة ضبطت في المدينة، أمر ترك ارتياحا لدى المدنيين بوجود جهات تهتم بغذائها، ولكن رغم هذه المراقبة لا زالت أساليب الغش موجودة، حيث يقوم بعض الجزارين بقشر الأختام وإلصاقها على لحوم ذبحت بطرق غير سليمة. وجود مسلخ مركزي مراقب صحياً بات أمراً ضرورياً في ظل انتشار ظاهرة الذبح العشوائية في الطرقات وغياب الشروط الصحية، فكان لابد من تفعيل مسلخ عفرين المركزي. ماجد العمر، حلب اليوم، عفرين. يعمل محمد حزوري من ريف حلب في مهنة حفر آبار المياه، وهي مهنة ورثها عن والده وجده على الرغم من المخاطر التي يتعرض لها من نقص الأكسجين واحتمالية السقوط أو أن تردم الآبار عليهم، ويقول إنه مجبر على ذلك. شظف العيش يحوله محمد إلى شغف، غوصاً إلى أعماق الأرض كصائدي الكنوز، بحثاً عن كنز زاد عبئه وغلى ثمنه في مدينة الباب شرق حلب، ولا ينسى طبعاً توثيق يومياته وعمله في العالم السفلي ورفعها على منصة التواصل ليرى العالم مهنة خطيرة لا زالت تزاول في شمالي سوريا. حلق في مثلاً آبار بعدي عليك، مثلاً فيه خرابات حيطانه مثلاً رخوي، لا سمح الله بينزل حجر، هون في خطورة كتير. وتاني شيء مثلا عندك في أيام آبار في ضعف أكسجين كمان، وعندك البنزين إذا صار في تهريب بنزين تحت أو دخان يعني بأدي لواحد بفقد الوعي تحت. يعني صار في عنا مثلا أولاد عمي مثلا توفوا، صار في مخاطرات كتيرة، في من تسقطوا في من توفوا، يعني هاي المصلحة. المهنة التي يعود تاريخها لمئات السنين منذ أن كانت تحفر الآبار بالأدوات البدائية، ورثها عبد الحميد مع إخوته وأبناء عمومته، ويطورون أدواتهم ومعداتهم شيئا فشيئا بما هو متاح للحاق بالمياه التي تزداد غورا يوما بعد يوم، لكن لا مفر لها. فمحمد وعبد الحميد وفريقهم يلاحقون المياه أفقيا وعموديا عبر عملية يطلقون عليها اسم الدحارة. مثلا بننزل على الجب وين في منطقة فيها نبع مي عم بتنز نزيز، بنسوي تحتها مثلا بعشر متر تحت المكان مستوى المي بعشر متر بنسوي غرفة، هي بتكون ارتفاعها مترين قطر 3x3 مشان الدحر. الدحر عبارة عن شفرة ألماس ووصلات بواري، كل وصلة متر. بالتركيب بالدحر بنركب بنوصل كل وصلة بوصلتها، وبالفك كذلك الأمر بنفك كل وصلة بوصلتها، والحمد لله عم بيطلع مي. تزداد صعوبة الحصول على مياه في ريف حلب الشرقي يوما بعد آخر مع جفاف عشرات الآبار، ما دفع الأهالي للحفر أعمق داخل الأرض واستجرار المياه من أي مجرى لها تحت الأرض أو فوقها. لا أتجرأ أنا على الغوص في أعماق الأرض بهذه الطريقة،
لكن محمد ورفاقه اتخذوها كحياة يومية بعيدة عن الروتينية، في رحلة للبحث عن كنز أصبح إيجاده خطراً ومكلفاً. مالك أبو عبيدة، قناة حلب اليوم، من ريف حلب الشرقي. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي دوت نت. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.